بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، كما اعتنى الإسلام بنظافة الظاهر اعتنى أيضا بنظافة الباطن وركز على طهارة الباطن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. فهذا إن دل فإنما يدل على أن الطهارة أخذت جزءا كبيرا من شريعة الإسلام. الطهور شطر الإيمان. ووجدنا أن الشيخ الغزالي وأن الشيخ مرتضى الزبيدي والشيخ صديق حسن خان قالوا الطهارة تنقسم إلى 4 مراتب. المرتبة الأولى قالوا هي طهارة الأعضاء، وهذه تكون بالاغتسال أو بالوضوء، وهذه هي المعروفة. المرتبة الثانية قالوا هي طهارة الجوارح، أن تبعد جوارحك عن كل ما حرم الله وعن كل ما نهاك الله عنه. وقد وجدنا أن أبا الطيب الطبري وهو من العلماء الكبار وكان قد جاوز 100 وثب وسبة كبيرة، قفز قفزة لا يفعلها إلا الشباب، فلما عُتب في ذلك قال: هذه جوارح وأعضاء حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. المرتبة الثالثة قالوا هي طهارة القلب، طهارة القلب من الأحقاد، من الضغائن، من الكراهية، من الشحناء، من البغضاء، من الفتن، من النفاق، من الرياء. المرتبة الرابعة قالوا هي طهارة السر، والسر هو باطن القلب، ومعنى ذلك ألا يلتفت القلب إلا إلى الله، وهذه إنما تكون لكبار الأولياء. وقد وجدنا أن الشيخ الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على شيخه ابن بشيش لأول مرة قال له ابن بشيش وبعث إليه برسالة مع خادمه: قل للشاذلي أن يتوضأ. وكان الشاذلي متوضئا، ولكنه في المرة الثانية لما قال له فهم الشاذلي أن معنى الوضوء أن يتجرد الإمام الشاذلي عن علمه وعن ذاته، وأن يتجرد عن كل شيء ليدخل على شيخه بالأدب، وهذا هو أدب الباطن أيضا. إذن الظاهر هو عنوان الباطن، ودلالة الظاهر على الباطن أمر طبيعي، وقد اعتنى الإسلام بطهارة الظاهر كما اعتنى بطهارة الباطن. هذا والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.